كيف حالكم؟ اليوم حنسوي لكم حاجة ما صدقتوها. اليوم العيد لا حد يخرج. شوف نحن لابسين يوم العيد يا عيد اليوم ما حد راح يخرج. قولوا ليش؟ كورونا وعشان الشرطة بتخاصمكم إذا بتأخركم. شكرا شكرا شكرا، أنا مشهورة. تحطوا لايك. وبعدها لا تصدقوا، لا صدقوا أهله ولا حد صدقوا. صدقوني أنا، تخيلوا لا جاكم كورونا أحد راح يحط لي